السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا من الجميع، شخباركم؟ لاباس؟ سافا؟ كيف غاديين؟ مزيان. الموضوع ديال اليوم زوين 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 وغادي يعجبكم حتى هو. وقبل ما نبدا تنطلب منكم واحد طلب صغير، هو أنكم تشتركوا في القناة، أبوني القناة، بلس تفعيل الجرس اللي هو مهم مهم مهم. وبالكم قبل الطريقة في التقديم ديال لا فيديو، وكذلك تنطلبكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش يكون اكبر عدد وتكبر ان شاء الله القناة ونوصلوا لاكبر اكبر اكبر نسبة ديال المشاهدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله غادي ترجع قناة منتدى ام سيرين من القنوات المشهورة في المغرب العربي والمغرب ان شاء الله باكمله. اذا البنات نتوكلوا على الله وندخل نقول لكم المعلومات كيفاش انكم تسرعوا الولادة قبل الموعد ديالها. بيان سور ما غاديش تكون ولادة مبكرة، ولكن بعد مرات خاصنا نساعد، ماشي بعد مرات، 99% من الحوامل اللي غادي يكونوا ان شاء الله مؤهلين للولادة الطبيعية خاصهم يوجدوا راسهم مزيان 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 باش تسهل عليهم هذيك الولده وما يخافوش. واهم حاجه اهم حاجه نساعدوا المهبل ديالنا باش انه يتفادى شق العجان بهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وبيان سيغ واخا ديروا هذا الشيء هذا، الا كانت اي حاجه مكتوبه من عند الله راه غتكتب، يعني السيده غادي دير كلشي 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 اللي غنقولها وتسنى الولاده الطبيعيه وتقدر تدوز حتى لدقيقه 90 ولاده قيصريه. هذا الشيء كله ما تهمش دائما. هذا الميساج ديالي هو نديروا علينا والكمال على الله، ندوزوا للنصائح لتسريع الولاده قبل موعدها. غالبا ما كتسال الفتره ديال الحمل حتى الاسبوع 42، يعني السيده فاش كتدخل في الاسبوع 37 تبقى تسنى علامه من علامات الولاده، و 80% من هاد النساء تقدر انه ما تظهرش عليهم علامات الولاده، يعني ودخلت الفتره ديال الشهر التاسع ديالهم وحتى الاسبوع 41 ومازال ما كاين حتى شي حاجه. اهم حاجه خاصكم ما ديباسيوش الاسبوع 42. معلومات كنقولها لكم ونعاودها باش ترسخ لكم في الذهن ديالكم وتعقلوا عليها وما تبقاوش شالفين. اذا السيده دخلت في الشهر في الاسبوع 37 فوقاش خاصها تبدا التحفيزات حتى الاسبوع 39، التحفيزات القويه، ولكن ما فيها باس الى بدينا التحفيزات لتسريع الولاده قبل موعدها ابتداء من الاسبوع 37 باش اننا نسهلوا على راسنا ويكون عندنا هذاك التحفيز ديال الولاده الطبيعيه بشكل منتظم. يعني ماشي السيده اليوم خرجت تمشات ودازت اسبوع وما دارتش لا مارش، لا، خاصنا هذا الشيء اللي تنقول لكم يكون بطرق منظمه جدا جدا جدا، وكذلك انكم تحترموها وتعملوا بها. اهم نصيحه باش انكم تسرعوا الولاده قبل الموعد ديالها وهي المشي. هذه النصيحه معروفه واهم رياضه في الرياضات الكامله كامله كامله كلها هي رياضه المشي. السيده تحاول تمشى يوميا يوميا، وكذلك انها فاش تكون كتمشى تنصحكم باش توسعوا الخلفه، يعني ماشي المشي وحنايا عيانين سخفانين ما قادرينش نتمشاو، خاصنا نكونوا تنتمشاو بحركه صحيحه، يعني نوسعوا الخلفه وما يكونش معنا شي حد اللي غنهضروا معاه في الطريق باش ما يضيعناش ديك الطاقه، واننا كذلك نسخفوا غير بالهضره، لا، نسكتوا نسدوا فمنا ونشدوا قريعه ديال الماء في يدينا ونخرجوا نتمشاو يوميا باش نعاونوا ونساعدوا هذاك الحوض ديالنا وديك البيبي باش ينزل بسرعه، ما يبقاش مقبس في السماء، ما يبقاش طالع بزاف ونتعذبوا في الولاده الطبيعيه ونبقاو تنزحموا تنزحموا ونديروا هادشي كامل وديك البيبي غادي يحف ما غيهبط. لان انتينا فاش كنتي في الفتره اللي خاصك توجدي راسك بيان سور وما كنتيش كتوجدي راسك وكنتي عارضه للنعاس والشخير، لا، خاصكم ترتاحوا مزيان وخاصكم تكون عندكم الطاقه القويه باش توجدوا راسكم. النصيحه الثانيه وهي الحركه، عندها علاقه بالمشي. الحركه كتساعد هذاك البيبي باش انه يتقبل ويكون في وضعيه صحيحه وينزل مزيان لعنق الرحم باش يكون قريب للولاده، باش منين تجينا شي علامه مع علامات الولاده يكون ديك البيبي راه موجد راسو، راه يعني بيان بريزونتي للخروج ان شاء الله في صحه جيده. اذا المشي والحركه مهمين بزاف للسيده الحامل، هما مهمين بزاف في الفتره ديال الحمل كامله، ولكن ف
فاش ندخلوا في الاسبوع 37 نوضوا ونتوكلوا على الله. لذلك النصيحه الثالثه اللي جد مهمه فاش ندخلوا في الاسبوع 37 وهي العلاقه الحميميه مع الزوج، يعني الجماع، المعاشره الزوجيه، بحكم ان الحيوانات المنويه جد مهمه في تليين المهبل ديال السيده، وانها كتحتوي على هرمون بروستاغلانديد اللي تحفز الولاده الطبيعيه بزاف بزاف بزاف. يعني هذه النصيحه رقم 3 وهي العلاقه الحميميه جد مهمه باش تولدوا دغيا وبسرعه، وديك المهبل ديالكم ما يبقاش مشدود ومزير، غادي يترخف وغادي يتلين بالحيوانات المنويه. من بعد هاد النصائح غادي نعطيكم دابا النصيحه رقم 4، يمكن المهم ما تنحسبهمش كنهضر غير هكذاك، نتوما ردوا البال واش 4 ولا 5 ماشي مشكل، ما تيفرقش اي هادشي. هاد النصيحه وهي تدليك الحلامه. غتقولوا لي كيفاش تدليك الحلامه؟ سهله جدا، في الصباح وفي العشيه نديروا واحد المساج للحلامه ديالنا، هذاك لو مولو اللي هو كله ماغو في التدي ديال السيده، نديروا له واحد المساج بحركه دائريه وميم طول نخرجوا الراس ديال الحلامه باش نوجدوه للرضاعه الطبيعيه. شوفوا هاد النصيحه غادي تحفز لنا الولاده، لان ديك الهرمون اللي كاين في الحلامه غادي يخلي الولاده تكون سريعه ان شاء الله غير بطيئه، وفي نفس الوقت كتكونوا كتهيئوا الحلامه ديالكم للرضاعه الطبيعيه، وسورتو لي مامو اللي ما عندهمش الراس ديال الثدي غادي يعانيو شي شويه في الرضاعه، ولكن سي با غاف، كلشي بالصبر. خاصكم تبريباريو لو مامولون ديالكم باش تولدوا دغيا، او ميم طون تفاداو التشققات ديال الحلامه. هذا الموضوع ديال تشققات الحلامه البنات غادي نخليه في صندوق الوصف، دخلوا تستافدوا منه. كان واحد الموضوع حطيته قديم شويه في القناه، ماشي قديم يعني راه مازال ما كملناش اصلا القناه عام، ولكن تنطلبكم باش تدخلوا تستافدوا منه. من بعد بحكم حتى دابا الخدمه مؤخرا اللي سولتها واش كنتي كديري المساج للمامولون ديالك، كتقول لي لا، دونك غادي تعاني من تشقق الحلامات. ومن بعد عاد تبداو كتقلبوا وتسقسيو على اشنو البنات شنو خاص ندير، الصدر ديالي تشقق البنات ما قادراش نرضع، بوغ ايفيتي هاد لي كاستيون كامله وهذا الشيء كامل، ديروا هذا الشيء اللي تنقول لكم. الله يخليكم والله يجازيكم بالخير، ما تعكزوش. دونك نحفزوا الحلامه ديالنا بتدليك بسيط يوميا صباح وعشيه بكريم او زيت الزيتون، اهم حاجه ولا كيف ما تنقولوا اي الحاجه الوحيده اللي متوفره عندنا في البيت كلنا، ما كاينش شي دار مغربيه ما فيهاش زيت الزيتون، واخا ما تنشريوهش، يذوقونا العائله والحباب والصديقات، واحد القريعه صغيره تخليوها عند راسكم في حدا الناموسيه ديالكم، وقبل ما تنعسوا ديروا ديك المساج، وفاش تفيقوا في الصباح يعني جوج المرات كافيه ان شاء الله باش انكم تحفزوا الحلامه ديالكم وتسرعوا الولاده. من بعد هذه النصيحه غنقول ندوزوا النصيحه ديال السباحه، فاش نكونوا في فصل الصيف وغاديين مقبلين على الولاده في فصل الصيف، ما فيها باس الا مشينا لابيسين، او البنات اللي ساكنين في مدينه فيها البحر بالمجان ديال الله عز وجل، نخرجوا نديروا السباحه فاش ندخلوا في التاسع، وكونوا اكيدين باللي غادي تولدوا ان شاء الله في ديك اليومين بسرعه، وغدوز الامور بخير وعلى خير. مثال واحد الصديقه ديالي صاحبتي انتيم فاطمه الزهراء، يعني تنسلم عليها من هنا، كانت ما بها ما عليها، هي في الشهر التاسع مشات لابلاج باش تعوم مع وليداتها ويدوزوا واحد النهار زوين في الشميشه وديك الشيء هذا. المهم هذاك النهار ولدت بالليل بسبب ديك السباحه، يعني ما تعكزوش، لبسوا حويجاتكم وسيروا تعوموا في البحر، كاين بزاف ديال البلايص اللي هي خاليه ما فيهاش الناس، يعني ماشي بالضروري نمشيو للبحر اللي فيه الاكتضاد. النساء سيروا للبحر خالي وديروا جميع الحركات اللي انكم تستافدوا منها في الماء، بحال لاكوا فاوت، انا ما غنمشيو لاصال نديروا لاكوا، غنمشيو للبحر ديال الله ونديروا السباحه باش نولدوا في الليل ان شاء الله. صافي يا البنات، والنصيحه اللي من بعد هذه وهي الماكولات اللي تتساعدنا على تسريع الولاده الطبيعيه. نردوا البال، تنقول لكم ماكولات ومشروبات، هادو بجوج خاصنا نعرفوا شنو غناكلو شنو غادي نشربوا باش ما نسخنوش الوالده ديالنا، وتصدق ديك السقيه خضراء، وبدل اننا كنوجدوا راسنا الولاده طبيعيه غادي نصدقوا في الولاده القيصريه بسبب هذيك الماكولات والمشروبات اللي ما عرفناش واش خاصها تكون اولا لا. ديك الشيء علاش غادي حتى هذا الموضوع كاين في القناه، غنخليه في صندوق الوصف باش تجمعوا المعلومات كامله وتستافدوا منها. واخيرا غادي نقول لكم تشربوا الماء بزاف، ماشي ليس اخيرا، المهم تشربوا الماء بزاف 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 بزاف، جد مهم، كيساعد باش الوضعيه ديال البيبي كتقلب، الا كان فارسي غيولي مقبل وراسو هابط مزيان. سبحان الله، الماء الا شربناه بزاف راه غادي يساعدكم باش ديك البيبي غادي ينزل في الرحم.
واخر نصيحه وهي حركه القرفساء، بحكم ان هذه الحركه مهمه بزاف بزاف لتسريع وتسهيل الولاده، خاصكم تعتمدوا عليها. كيف ما موضح هنا قبلتي البنات في الصور، انا درت لكم الصور باش تستافدوا منها، ما تكونش لا فيديو قرعه وتقولوا اشنو هي حركه القرفساء، انا وضحتها لكم، ها هي باينه باينه باينه. واللي باغا تاخذ معلومات اكثر في هذا الموضوع ديال الحركات وداكشي اللي كنبارطاجي معكم، دخل عندي الانستغرام ميدوايف اف زد، حتى هو يوميا تنحط فيه معلومات قيمه على هذه المواضيع هذه. دونك حركه القرفساء سهله، تعتمدوا عليها يوميا في البيت ديالكم باش تسهل لكم الولاده، وغنشرح لكم اكثر في اكثر على هاد الحركه هذه. هي حركه جد سهله، كتخلينا اننا ننزلوا بطريقه صحيحه والاستقامه ديال الظهر تكون صحيحه كيف ما شفتوا في الصوره. وبغيت نقول لكم الا حسيتوا بواحد الالم حاولوا ما امكن ما تنزلوش لدرجه قصوى، يعني اثناء النزول ما تهبطوش حتى التالي باش انكم تالموا، وبدل انكم تكونوا كتستافدوا من هذه الحركه تدخلوا في مضاعفات اخرى. وهذا الاهميه ديال هذه الحركه ديال القرفساء، وهي فتح عنق الرحم وفتح الحوض ديال السيده، راها مهمه بزاف بزاف بزاف. ولا لاحظتوا مؤخرا يعني القنوات الفرنسيه وفي الدول الاوروبيه ما بقاتش السيده كتولد في ديك البوزيسيون جينيكولوجيك العاديه، السيده على ظهرها ورجليها قدامها وتتزحم او كتعلي راسها، الا راه كاين طرق عديده للولاده كنشاركها ان شاء الله معكم من بعد. ممكن السيده تولد وهي مقرده اللي هي الحركه ديال القرفساء، ممكن السيده تولد وهي مقلوبه متكيه على كرشها وهذا والطبيب ديالها والقابله تيكونوا موراها، ولتحت ديك البيبي تيخرج. وكذلك ما تنساوش الولاده في الماء اللي هي زوينه بزاف، ودابا تبارك الله ما شاء الله راها رجعات يعني بارتو انترناسيونال، كاين بزاف ديال القابلات هنا في المغرب، وخاصه واحد القابله هنا في المغرب في المحمديه راه تدير الولاده في الماء مؤخرا، تبارك الله عليها وتنحييها من هاد الفيديو هذه، تبارك الله عليك وفيف لي ساج فام اي فيف لي ميدسان جينيكولوجيك. مهم كانت اخر نصيحه هي حركه القرفساء. دونك تسريع الولاده ممكن تكون بطريقه صحيحه، هادشي اللي تبعتوه. وبالنسبه لحركه القرفساء خاصكم ديروا المشي وديروها في حاله ان المشي ما دارش النتيجه وما حسيتوش ان علامات الولاده راها اقتربت، ما كاينش افرازات ما كاينش عده علامات، غادي تلتجؤوا لحركه القرفساء يوميا في البيت ديالكم، راها جد سهله. تنركز وتنانسيستي على حركه القرفساء، هي الاهميه ديال هاد لا فيديو كامله خليتها حتى الاخر باش نقول لكم اعتمدوا على حركة القرفساء لكي تلدون بسرعة بسرعة ان شاء الله. دونك نديروا هادشي كامل اللي قلت لكم انا واللي كتعرفوا، تبارك الله بركة تبحثوا، وان شاء الله ربي غادي ييسر الولادة ديالكم. وسيلفو بلي ما تنساونيش بالدعاء فاش تكونوا كتولدوا، دعيوا معايا ربي يسهل عليا ويحفظ لي بنيتاتي ويصلحهم ويحفظ الجميع ان شاء الله. الا عجبتكم الفيديو بارطاجيو مع صحاباتكم، ديروا لي لايك وشجعوني، ما عجبتكمش ماشي مشكل، نعجبكم ان شاء الله مره واحده اخرى. والاخوات اللي خداو نيميرو التليفون ديالي كيتواصلوا معايا ان شاء الله باش غادي يجيو يولدوا عندي ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاش غتكون شي ولاده غادي نحاول ما امكن نصور لكم اجواء الولاده في المصحه ديال بانوراميك، وغنشاركها معكم باش نشجعكم وتجيو ان شاء الله تولدوا عندنا. واهم حاجه تنركز عليها هو غتلقاو العنايه ان شاء الله الرحمن الرحيم والمعامله الطيبه الى كتب الله. باي باي، مع السلامه، دمتم سالمين يا اعز متتبعات قناه منتدى ومسيرين، احبكم جميعا.